Every of my film is related on a personal story. And for this film, it's the same story. It's a story of friendship. All my Sudanese friends were following what was happening. And they told me, but you can go and you can bring us back images of our revolution. There was like a wind of freedom in Sudan, and it was possible to film, to meet the people. هندي كانت زولة في طبيعتها يعني ثائرة، فكانت بتشوف في الناس اللي بيحاولوا إنه يوصلوا صوتهم بأشكال مختلفة. الأربع شخصيات كل واحد فيهم كان بيعمل حاجة مختلفة من الثاني. في الفيلم أنا بالنسبة لي حقيقي لأنه إحنا ما مثلنا. كان حقائق لازم توصل لكل العالم. إحنا بنقعد بنلقى هدفنا واحد، إنه إحنا دارين سودان نعيش فيه. أنا بالنسبة لي حاجة مقدسة جداً، يعني أي شخص عرفتها في الاعتصام دي حاجة مقدسة، أياً كان أنت في الحياة كيف عامل. أنا تفاجأت لما عرفت أنه هو حيكون فيلم الافتتاح، وحسيت بالعظمة. وأنا قاعدة هناك ده كان إحساس مختلف شديد، ترجع لمواقف، لأصحاب، لحياة زي دي، بتحس أنه أنت هالشديد. I wanted them to discover the film in the cinema in Doha with the audience. It's very different. So it was a great opportunity. They could all discover the film together in the same room. It means a lot. سوف نصنع الحياة، سوف نحيي الجمال الذي اندفن.